وعثمانتاسي. الملعب الكبير بمدينة مراكش كان مسرحا لقمة الجولة 26 من منافسات الدوري الاحترافي لكرة القدم التي جمعت بين الكوكب المراكشي في الصف الثاني والرجاء البيضاوي المتمركز ثالثا. الأجواء العامة للمباراة كانت جميلة ورائعة. على العموم الجولة الأولى من هذا النزال كانت حبلى بفرص التهديف وكانت أولاها بواسطة ياسين الصالحي، هنا تسديدة اللاعب الزيتوني لكن حارس مرمى الرجاء في المكان المناسب. فريق الرجاء نور من كل الجهات، هنا محاولة بواسطة محسن متولي لكن دون طائل. الفريقان تبادل المحاولات، هنا ياسين الصالحي يضيع ببشاعة أمام غضب واضح وشديد على مدرب الرجاء البيضاوي فوزي البنزرتي. محاولات مسترسلة للرجاء، الكوكب بدوره خلق فرصا للتهديف، هنا عملية 1-2 بين العياطي وسفيان البهجة لكن دون نتيجة. فريق الرجاء حاول هنا تسديدة قوية للاعب محسن يجور وتدخل أروع لحارس مرمى الكوكب المراكشي والذي تألق خلال هذا النزال. أنصار الفريقين أتت فضاء الأيقونة، الملعب الكبير لمدينة مراكش، هنا أبرز فرصة للكوكب المراكشي لكن العارضة تنوب عن حارس فريق الرجاء البيضاوي خالد العسكري. بالنسبه لنا التعادل تيبقي فريق الرجاء على بعد 3 نقاط وعلى بعد 4 دورات. حنا بالنسبه لنا كما قلت واخا الناس بالبسونالاتو بالمنافس على المركز الاول، ولكن تنظن انه حنا لازم عندنا اننا نشوفوا كما قلت نتعاملوا مع معطيات البطوله وما نفكروش فقط. بالعكس حنا عندنا الهدف هو انه اونسو كلاس بارمي لي بروميو. بسم الله الرحمن الرحيم. التعادل صراحه ماشي في صالحنا. اول حاجه كنبغي كنشكر الجمهور اللي حضر باكثر اليوم يجي يساندنا. اللعابه كاملين قاموا بالله عليهم، جاونا فرص ضيعناهم، هذه هي كره القدم. الرجاء البيضاوي وبعد هذا التعادل حافظ على مركزه الثالث ب 43 نقطه، الكوكب المراكشي ب 45 نقطه بالرتبه الثانيه وعلى بعد 5 نقاط من المتصدر المغرب التطواني. القمه الكرويه هاته انتهت اذا بلا غالب ولا مغلوب. حدث